بيروت جاردنز بروجكت بآخر مراحل الفينيشينج، موقعه بأهم نقطة بوسط بيروت كاشف عفيو البحر والمرفأ. مكون من 3 أقسام، محلات تجارية، مكاتب وشقق سكنية. 4 بلوكس، 2 للمكاتب مع مدخل مستقل و2 للشوبس والأبارتمنت. مساحات الشقق بتتراوح بين 180 و 450 متر مربع سامبلكس وبين 275 و 435 متر مربع دوبلكس. عدد الشقق الأفيلابل للبيع 26، أما المحلات التجارية 9، بالإضافة لأربع أندرغراوند فلورز للباركينج والستورج روم. مواصفات العمار على مستوى عالي ومودرن ديزاين بالخارج. أما بالداخل رخام أوروبي وباركي ماسيف، شوفاج وسنترال أي سي، خدمات عديدة مأمنة بالمشروع، سويمينج بول، جيم، سيكوريتي 24/24 وأربع برايفت جنريتورز. بيروت جاردنز هاي أند بروجكت بجيتد كوميونيتي بمنطقة استراتيجية قريبة من أهم المراكز التجارية بالمدينة، والتسليم بأول 2018. جمهور ريزيدنس بروجكت سكني أندر كونستراكشن بالجمهور، موقعه بعيد دقائق عن الطريق العام وكاشف على فيو بحر وجبال بمنطقة آمنة ورايقة. مؤلف من 4 بلوكس وكل بلوك من 4 طوابق وروف و8 شقق. 2 من الأبارتمنتس مع جاردن، 2 مع روف، بالإضافة لأربع سامبلكس. مساحات السامبلكس بين 186 و310 متر مربع، أما الدوبلكس بين 340 و600 متر مربع. مودرن أركيتكتشر ومساحات خضراء داخل المشروع، بالإضافة لهاي أند فينيشينج وبانوراميك فيو من أي نقطة. من أهم المواصفات دبل وولز ودبل جليزينج، إمرجنسي جنريتور، باثرومز وكيتشنز أوروبية، بالإضافة لإير كونديشنينج وهيتينج سيستم. جمهور ريزيدنس بروجكت مؤلف من 4 بلوكس و32 شقة وطابقين للباركينج. حالياً بمرحلة الكونستراكشن والتسليم بيبدأ بأول 2019. عجلتون سان جورج بروجكت فرز أراضي للسكن بيمتد على مساحة أرض 46,665 متر مربع، موقعه بعجلتون على ارتفاع 700 متر من سطح البحر وطقس معتدل بالصيف والشتاء. جيتد بروجكت آمن مع مدخل خاص وطرقات ومساحات خضراء داخلية، بالإضافة لبلاي جراوند وأمفيثياتر. مشروع إيكو فريندلي ومصمم بشكل مدروس وبعيد دقائق عن الطريق الرئيسي. مساحة الأراضي للبيع داخل المشروع 2000 متر مربع وما فوق، والمميز إمكانية المالك من اختيار عدد الفيلاز المتراوحة بين 1 و 3 يلي بيريد إنشائها داخل أرضه مع الالتزام بالمعايير المشتركة المعتمدة. عجلتون سان جورج ريزيدنشال بروجكت ببرايم لوكيشن، موقعه بين البحر ومراكز التزلج وقريب من أهم المراكز الطبية والترفيهية والتجارية بالمنطقة، أما التسليم بأواخر 2018.